يمكن تحت شفنا بقى عمليات كتيره حصلت، شفنا الفرحه في قلوب ناس كتير، شفنا زغاريد وسمعنا حاجات حلوه قوي اتقالت لك، عشان كده عايزين الناس كمان تشاركنا في الفرحه دي. فعلا تحديد جنس المولود عامل يعني نسبه نجاح كبيره، والاغرب كمان اللي انت قلتي لي معلومه مهمه قوي، ان لو ما جاش الطفل مثلا، لو احنا عاملين تحديد ولد، لو ما جاش ولد مش بيجي. الكلام ده صح؟ بالظبط. طبعا احنا في الفتره الاخرانيه قدرنا عن طريق عمليه الحقن المجهري ان احنا نحل مشاكل كتير قوي. مبدئيا في مشاكل كتير اتكلمنا عنها بقى كتير قوي الحلقات اللي فاتت، اللي هي تاخر الانجاب عند الزوجين، الزوج اللي عنده اللي هو ازوسبيرميا اللي ما عندوش حيوانات منويه خالص، الزوج اللي عندها انسداد في القنوات فالوب، اللي عندها مشاكل في الحوض، اللي عندها التصاقات، عندها ضعف في التبويض. حللي مشاكل كتير قوي. وكان في الاول قبل ما التطور اللي احنا نوصل له ده كان نسبه نجاحهم ما بتتعداش ال 30%. دلوقتي طبعا نسبه النجاح زادت قوي، وصلت 60 و70 و80% كمان في بعض الحالات. ده بفضل طبعا الاحدث الاساليب اللي بنستخدمها دلوقتي في عمليات الحقن المجهري اللي اتكلمنا عنه برضو قبل كده في الحلقات اللي فاتت. لكن اللي عايزه اتكلم عنه النهارده بقى بالذات ان احنا بدانا نعمل حاجه جديده حلت لي مشاكل كتير قوي كانت موجوده. الزوجين مثلا اللي في صله قرابه ما بينهم، اللي بيبقى عندهم مشكله بنزرع لهم الاجنه بس العمليه ما بتنجحش، عملوا حقن مجهري كتير قوي وفشل. او زوجين تانيين عملوا حقن مجهري والبيبي بيسقط بدري. التقنيه دي قدرنا ان احنا عن طريقها ان احنا بنحلل الجنين وراثيا قبل ما نزرعه. فطبعا تحليل الوراثه ده حل لي مشاكل كتير بالنسبه لعمليه الحقن المجهري بالنسبه للزوجين اللي انا اتكلمت عنهم. ان تحديد جنس المولود كمان بيحلل ان الطفل ده فيه عامل وراثي ولا لا؟ لا، احنا توصلنا ان احنا نقدر نعمل تحديد لجنس المولود عن طريق التقنيه دي. يعني أوكي. تقنيه البي جي دي او تحليل الاجنه وراثه قبل ما بزرعها، ده حل لي مشكلات كتيره قوي، اللي هي المشكلات الوراثيه اللي كانت بتؤدي لي الى تكرار فشل عمليه الحقن المجهري، او كانت بتؤدي لي الى اجهاض متكرر في اول 3 شهور بدري بعد ما بزرع الاجنه. او لو البيبي يعني الحمل كامل بيكون عنده تشوهات لا قدر الله. بالظبط. يعني لو مثلا تاريخ مرضي في العيله بوجود مرض وراثي معين. لما لقينا التقنيه دي بدات تجيب معانا نتائج كويسه في عمليه الحقن المجهري، وبدات ترفع معانا نسبه النجاح قوي في الفتره اللي فاتت دي، فكرنا ان احنا ممكن عن طريقها ان احنا برضو نتوصل ان احنا نختار انه او نحدد جنس المولود. ازاي؟ احنا قلنا باختصار قبل كده اتكلمنا عنها ان احنا بناخد خليه بعد ما بتكون الاجنه، يعني الحقن المجهري ببساطه ان انا بعمل اخصاب للبويضه بالحيوان المنوي تحت الميكروسكوب. كونت جنين وخليت الجنين دوت عندي في الحضانه في ظروف معينه طبعا، وبمتابعه الجنين الانقسام بتاعه كده بزرعه في اليوم الثالث او الرابع او الخامس على حسب حاله الجنين وعلى حسب سن الزوجه. لكن التقنية بقى اللي أنا بتكلم عنها دي إن إحنا بشوف الجنين نفسه، يعني أنا شايفة الجنين تحت الميكروسكوب من حيث الانقسام بتاعه، جودته، هل الجنين ده درجة أولى درجة تانية، في مشاكل في الجنين. لكن هل الجنين دوت فيه مشكلة في الجينات بتاعته أو الكروموسومات بتاعته؟ ده ما كانش بيبان لي قبل كده في عملية الحقن المجهري اللي كانت بتتم على يعني في جميع المراكز. بالظبط. دلوقتي انا بقدر ان انا اخد الجنين ده وافحصه وراثه اشوف فيه مشاكل جينيه ولا لا. ده متوفر عندنا داخل المعمل في المستشفى، ما بضطرش ان انا ابعته في مكان او كده. وده ما بيضرش ابدا بجوده الجنين اللي انا بزرعه. في حالات كانت بتعمل حقن مجهري وبيفشل ما بنبقاش عارفين ايه السبب، لكن مع وجود هذه التقنيه قدرنا نعرف ايه سبب تكرار الفشل بتاعها. ده بالعكس قدرنا ان احنا نحله ان احنا نزرع لها بس الجنين الكويس. يعني مثلا ممكن تكون حاله لسه انا كنت عاملاها من حوالي شهر تقريبا، كانت جايبه لي 9 اجنه، فانا لما عملت لها الطريقه دي انا كان كل التسع اجنه بتوعها فيهم مشاكل. اخترت لها الجنين الوحيد بس اللي سليم، وده اللي يعني زرعته. يعني من 9 اجنه كان جنين واحد ما فيهوش العوامل الوراثيه. بالظبط. وده بيرجع للتقنيات الحديثه او الاجهزه اللي موجوده داخل المستشفى. بالظبط. فده اللي ادى لنجاح العمليه. فبعد كده قدرنا ان احنا بقى نستخدم التقنيه دي في ان احنا نحدد جنس المولود. طيب الخليه اللي انا باخدها من الجنين عشان احلل وراثي
بتبقى شايله كل الصفات الوراثيه بتاعه الجنين، من ضمنها هو ولد ولا بنت. فدي في فتوى من الازهر بتقول ان احنا ممكن ان احنا نستخدم التقنيه دي للزوجين اللي هم عندهم بنات او بنتين او اكتر. يعني دلوقتي زوجين عندهم بنات وسن الزوجه بدا يكبر او بتعمل عمليات قيصري وما تقدرش مثلا ما عندهاش مقدره ان يكون مثلا عندها احتماليه وجود بنت سته، دي مثلا تبقى صعبه قوي بالنسبه لهم. ايوه طبعا. او انها تعمل القيصريه رقم سته او سبعه، دي عادي ما فيش مشكله، بس برده هيتعبها طبعا. يعني عايزه برده هيجيلها بنت بالظبط، غالبا ممكن برده يعني وارد ولد وارد بنت طبعا، كله بمشيئه ربنا. حتى باستخدام الاساليب دي برده يعني اراده ربنا هي اللي طبعا. يعني لو يعني لو نصيبها برده ان هو ما ربنا ما يرزقهاش بالولد، العملية أساسا مش هتنجح. بس هي كويس إن هي مش هتنجح، يعني ما ينفعش أعمل التقنية الحديثة دي أو استخدمها تحديد جنس المولود وبعدين ألاقي بنت مثلا. فدي بتبقى صدمة بالزبط. ولكن لو ما نجحتش يبقى ده قضاء وقدر من عند ربنا. تمام. نجحت يبقى أوكي. تمام. ممكن تكررها تاني أو تكتفي بقى بالأربع بنات أو الخمس بنات اللي عندها كفاية أوي كده. فدي طبعا بتبقى راجعه للزوجين، هم اللي بيقرروا الموضوع ده. لكن احنا من ناحيتنا بنستخدم الـ 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 العلم علشان نخدم الـ الناس في الموضوع دوت، وفي نفس الوقت تكون حاجه يعني في حكم يعني حكم الشرع فيها بيقول ان هو مش يعني حاجه مش محرمه وطلع فتوى بيه.